السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. في بدايه كل فيديو لازم اشكر كل واحد فيكم دعمني بلايك لفيديو او كتب لي تعليق على فيديو شافهولي. بجد انا ممتن لكل واحد فيكم، وهفضل كل الفيديوهات بتاعتي اشكر كل واحد فيكم على اللي هو بيعمله معايا، وبشكر كل جمهوري وجمهور قناه فرهده، لان دايما بتخلوني عاجز عن الشكر من كتر الكلام الجميل اللي بيجيلي في التعليقات منكم. دايما مع بعض، دايما ايد واحده، ودايما داعميني واقفين في ظهري، ودايما سند ليا. دايما القناه دي من تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح بفضلكم انتوا، لان اصلا هي دي قناتكم انتوا مش قناتي انا. وانا بجد بتمنى ان كل الفيديوهات اللي انا بقدمها ليكم تكون بتنال رضاكم وتكون عند حسن ظنكم، ويا رب دايما متجمعين على الخير ودايما مع بعض من نجاح لنجاح. فالسفينه تتمتع بالاستقلاليه على مدى 12000 كيلومتر لمده 30 يوما بسرعه اقتصاديه تقدر ب 15 عقدة بحرية. قلعة بني عباس للقيادة ونشر القوات لها مهام متعددة في كل الظروف في السلم والأزمات، فهي تضطلع بالإسناد اللوجستيكي وتموين سفن الأسطول والجندي والسفن الخاصة، نقل العتاد، المعدات والعربات الخاصة، وتقديم الإسناد للعملية البرية، بالإضافة إلى المساهمة في حالة الكوارث الطبيعية من إجلاء للمدنيين مع استخدام المروحيات وسفن الإنزال في منطقة الأزمة، المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى التعاون في المجال البحري والعسكري. هذه السفينة المكسب كانت محل زيارة السيد الفريق أحمد قايد صالح بعد التدشين والتفتيش، حيث طاف بمختلف أقسامها من منظومات الصواريخ والمدفعية، حيث توقف عندها مطولا مستفسرا عن خصائص كل سلاح ومدى تحكم الأطقم فيها. الفريق أحمد قايد صالح تفقد أيضا مستشفى السفينة الذي يتسع إلى 60 سريرا، من بينهم سريرين للإنعاش وقاعات للعمليات الجراحية كاملة التجهيز. كما تفقد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قمرة القيادة ومركز العمليات القتالية ومركز القوات المحمولة للعمليات البرمائية، إضافة إلى مركز مراقبة الطيران لقيادة هبوط وإقلاع المروحيات. السيد الفريق وبالمناسبة حث طاقم السفينة على ضرورة الصيانة الدورية والحفاظ على جاهزيتها العملياتية. في نهاية الفيديو أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.